السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقوم بتحويل مصباح كهربائي عادي إلى مصباح تلقائي يشتغل عند حلول الظلام وينطفئ عند عودة الضوء. هكذا سيكون الشكل النهائي للمصباح بعد تغييره. هذا مصباح عادي. الشيء الإضافي الذي أضفناه إلى هذا المصباح هذه القطعة التي تسمى LDR وهي حساسة للضوء، وبعض القطع الإلكترونية في الداخل. لنرى الطريقة بالتفاصيل. عند فتح أي مصباح ليد عادي نجد قطبين. القطب الأول هو القطب الموجب زائد، والقطب الثاني هو الناقص أو السالب. نقوم بربط ترانزستور من نوع بدي 139 أو أي ترانزستور مكافئ له. نربط الباعث ليميتر مع الخيط الأسود الذي كان مربوطا في السابق في هذه النقطة السالبة. نزيله من هنا ونربطه مع ليميتر ترانزستور، والكوليكتور نربطه مكان الذي كان فيه الخيط الأسود هو الناقص. وهنا القاعدة أو لاباز فارغة. أما بالنسبة للموجب فهو في مكانه. بعد ذلك نقوم بربط مقاومة 150 كيلو أوم في قاعدة الترانزستور، والقطب الآخر للمقاومة في القطب الموجب الزائد. وبعد أن نكون قد ربطنا الترانزستور والمقاومة نقوم بربط قطعة LDR. هذه القطعة الحساسة للضوء لديها قطبين وهما متشابهان. نربط أي قطب من اختيارنا. نأخذ هذا القطب إلى القاعدة المربوطة بالمقاومة من هنا، والقطب الآخر مع ليميتر المربوط بالخيط الأسود الخارج من المصباح من هنا. بعد ذلك نقوم بإغلاق المصباح ويكون على هذا الشكل، ونحرص على إخراج الـ LDR من هذه المنطقة أو المنطقة المناسبة على حسب شكل المصباح المتواجد لديكم. بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة التجريب. نربط المصباح مع مصدر الضوء المصدر الكهربائي 220 فولت. لتجربة هذا المصباح سنقوم بوضع عازل هنا أو قطعة، مثلا قطعة خشبية، لنقوم بعزل هذا الحساس الضوئي لتكون هذه المنطقة فيها ظلام، ونرى هل سيشتغل المصباح. نأخذ هذه القطعة الخشبية مثلا أو قطعة كرتون ونقوم بوضعها هنا. نلاحظ أن المصباح الكهربائي يشتعل عند حلول الظلام، ثم بعد ذلك نزيل القطعة. عند إزالتنا لهذه القطعة العازلة للضوء التي لا تترك الضوء يدخل عبر هذا الحساس الضوئي ينطفي المصباح. إذن بثلاثة قطع كهربائية فقط
LDR مقاومة وترانزستور مقاومة 150 كيلو أوم وترانزستور بدي 139 حصلنا في الأخير على مصباح أوتوماتيكي يشتعل في الليل وينطفئ في النهار عند تزويده بالكهرباء من هنا. أرجو أن يكون هذا التركيب البسيط قد نال إعجابكم، وإلى اللقاء في تركيب جديد إن شاء الله.